إذن مشاهدينا الكرام، كنا نتابع مع حضراتكم هذه الكلمة المهمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر واستراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف في ظل جائحة عالمية وهي جائحة كورونا. هذا الملف الذي تمتد وتتشعب فروعه وتحدياته، واستطاعت الدولة المصرية أن تحقق في طفرة كبيرة في ظل كما ذكرت جائحة كورونا، وتقدم لمصر وتقدم للعالم مشروعا قوميا، مشروعا يتمثل في حياة كريمة لكل المواطنين. بالرغم من التحديات يظهر هذا المشروع على أرض الواقع ويستطيع أن يؤمن حياة الإنسان المصري في حاضره وفي مستقبله. إذن مشاهدينا، ننتقل الآن للزميل كريم بيبرس منفذ التلفزيون المصري، ولقاء مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السيدة نبيلة مكرم، نتابع. وفي خضم متابعة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، معنا الآن ضيفتي على الهواء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة. أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا فندم نتكلم عن رؤية حضرتك لمشاركة الشباب في هذا المنتدى، ربما يعني له تأثير كبير على الفكر الخاص بالهجرة والهجرة غير الشرعية. كلمينا عن ده يا فندم. أولا أنا سعيدة بالمشاركة في منتدى شباب العالم، ولازم أشكر شباب البرنامج الرئاسي على التنظيم الرائع واللائق والآمن. الحقيقة أنه منتدى هذا العام له طبيعة خاصة، النسخة الرابعة، مشاركة الشباب العالم ومشاركة الشباب المصريين في الخارج في هذا المنتدى بيبعث برسالة الحقيقة إيجابية جدا عن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة. اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإعطائهم هذه الفرصة لطرح أفكارهم، طرح توصياتهم، المشاركة في صنع القرار السياسي المصري، الحقيقة ده بيوري لشباب العالم الخصوصية الجميلة للدولة المصرية. هذا المنتدى صناعة مصرية أصيلة منذ الفكرة لغاية التنفيذ، والنسخة الرابعة نجاح لهذه الفكرة واحتواء والحقيقة رعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية. فبالتأكيد الموضوعات اللي بيتم تناولها في هذه الجلسات موضوعات طبعا متعلقة بالتغيرات المناخية، متعلقة بالتطور التكنولوجي، متعلقة بحقوق الإنسان، بالمبادرات الرئاسية زي حياة كريمة. كل ده أيضا موضوعات بتؤدي إلى الترويج لجهود الدولة المصرية ومشاركة بالتأكيد الشباب فيها. ممكن معالي السفيرة، كمان حضرتك دايما بتهتمي بفكرة الشباب بشكل عام، يعني واحنا حضرنا اكثر من مرة زي مصر العائلة المقدس، حضرنا كمان انه احنا بنقدر نجيب الشباب من بره وان احنا بنرجع لهم وطنيتهم تاني ونعرفهم على معالم مصر. حضرتك شفتي الشباب شاركوا ازاي في المنتدى، وشايفة ازاي ممكن ناخد منهم توصيات لاستفادة من ابداعاتهم وافكارهم؟ اولا عايزه اقول لحضرتك انه شباب المصريين في الخارج اللي بيشاركوا في هذا المنتدى بيشعروا بالفخر امام شباب العالم، انه بيتفاخروا بقدره الدوله المصريه على تنظيم هذا المنتدى في ظل هذه الاجراءات الاحترازيه. عشان كده بقول شباب البرنامج الرئاسي اخرج هذا المنتدى بشكل امن، يعني البي سي ار والتحليل من اول المطار لغايه الفندق والتبعات ايضا. فشبابنا من المصريين في الخارج بيجدوا أو بيرفعوا رأسهم عاليا أمام ما تقوم به الدولة من اهتمام بالشباب، مشاركتهم وتوصياتهم كلهم بيبقوا غيورين على الوطن، وبيبقوا عايزين إن هم يساهموا في هذه الجهود بأفكارهم وبدراساتهم في الخارج. احنا معانا السنة دي في النسخة الرابعة شباب من الجيل الثاني والثالث وشباب من الدارسين المصريين في الخارج. عايز بس أوجه رسالة للشباب اللي هم لم يحالفهم الحظ إن هم يشاركوا في هذا المنتدى، انه في مرات قادمه، وايضا في تجويد في هذا المنتدى انه ممكن ان هم يعني يتابعوا الجلسات اونلاين، ودي ما كانتش موجوده في النسخ السابقه. فبالتاكيد ان شاء الله المنتديات الجايه هيكونوا معانا، انما سعيده جدا جدا بيهم بمشاركتهم. معالي السفيره نبيله مكرم وزيره الهجره وشؤون المصريين بالخارج، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات الوفيه. يعني وكما شاهدنا سويا، ربما الاهتمام بالشباب هي النقطه الاهم في هذا المنتدى، ولكن ايضا العمل على ابداعات والعمل ايضا على اخراج هذه التوصيات للخروج بها وتنفيذها على ارض الواقع، كما ذكرت معالي السفيره نبيله مكرم ان الفكره الرئيسيه هنا هذا المنتدى الذي خرج من افكار الشباب وتم بالفعل تطبيقه على
أرض الواقع، وأيضا رسالة خاصة للمصريين بالخارج وفخرهم بجمهورية مصر العربية وفخرهم بمنتدى شباب العالم. ربما سنتابع أيضا على مدار الأيام وعلى مدار اليوم باقي الجلسات. والآن عودة إليكم مرة أخرى. شكرا كريم بيبرس على هذا اللقاء المهم مع وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السيدة نبيلة مكرم، الذي أشادت بالمنتدى وبتنظيمه من قبل الشباب، وقالت إن المنتدى صناعة مصرية أصيلة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا قالت إنه فخر لشباب المصريين في الخارج بتنظيم هذا المنتدى بالشكل الآمن والشكل الذي يتبع كل الإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا. والشكل الذي رأيناه مشاهدينا الكرام هو الشكل الذي يصل بنا المنتدى إلى هدف واسع وعام وشامل، ألا وهو التواصل ما بين القيادات التنفيذية في الدولة وبين الشباب. يعني نجد في أروقة هذا المنتدى وفي طرقات هذا المنتدى يستطيع أي شاب أن يتحاور بشكل مباشر وبشكل حر مع أي وزير موجود داخل هذا المنتدى، يطرح عليه الأسئلة، يطرح عليه الأفكار في حالة حوار وفي حالة نقاش رائعة وملهمة ومبهرة أيضا، كما رأينا في هذا المشهد الذي كان منذ قليل مع كريم بيبرس في أروقة منتدى شباب العالم.